قرار ندمت عليه. انا رحت الاهلي. لو رجع بك الزمن مش هتروح الاهلي نهائي؟ ليه يعني؟ عادي في لعيبه كتير راحت الاهلي وما خدتش فرصتها بالشكل اللي عايزاه. بس برضو لما تبقى مثلا في مع احترام البتروجيت طبعا ده النادي اللي انا ابتديت فيه ماشي، لما تبقى النادي واخد احسن 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 هوف ديفندر في مكان ديفندر في مكانك في موسم يعني يعني ما فيش اي فرصه ليك ان انت تثبت نفسك. لا